السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم فيديونا باش نعملو موديفيكاسيون للومبراياج تاع سونتروا. اليوم الجزء الخامس. اللي ما تفرجش في الجزء الاول والثاني والثالث والرابع تلقاو لياناتهم الكل في الوصف. ولكن قبل كل شيء كالبوطون تاع اللايك بالرسمي، معناها اليوم لازمنا نوصلو 1000 لايك. اليوم الفيديو هذا لازمها توصل 1000 لايك، مش على حاجة، على خاطرها بالرسمي تستاهل. تستاهل انت كي باش تتفرج في الفيديو وحدك وحدك تو تقول الفيديو هذا تستاهل 10000 لايك مش 1000 لايك. قبل كل شيء نحكيه على نقاط الضعف في الامبرياج تاع سونتروا باش نعرفوا الهدف من الموديفيكاسيون شنو. كيما نشوفوا البلاستيكة هذية تتاكل من هنا، لي ماسلوت هذوما العصافر كيف كيف يتاكلوا من هنا. لو بروبليم هذا كيف يصير، تولي الفلاسك ما عادش تحل كما يجب، والموتور تنقص في السبيد نتاعها، تنقص في الجري. تويك باش نجريو تجربه، نطلعوا العصافر هذوما، العصافر نطلعوهم على الاخر باش نشوفوا اسك الجو موبيل الفلاسك قاعده تحل على الاخر ولا لا. كيما تشوفوا ماهيش قاعده تطلع على الاخر، ناقصه 2 3 مليمتر. هاك 2 3 مليمتر هذوكم المحقورين ينقصوا لي سبيد بنسبة 30 إلى 40%، معناها موتور في عوض باش تجري 80 كيلومتر في الساعة تولي تجري 60 ولا 50 هكا هاو. تويك العصافر محلولين على الاخر، معناها هذا الماكس متاع الحلين متاع جو موبيل. خلينا نقيسوها قداش ناقصة. كيما تشوفوا 2.6 مليمتر، لازمها تبدا بلا مع المايو. بي بروبليم اخر، نقطة ضعف اخرى في لومبرياج تاع سونتروا هي طريقة الحلين نتاعو، ما يحلش هكايا القدام لومبرا، كي يحل يدور. ريتو كيفاه يعمل كي يحل لومبرياج، علاش؟ خاطرو في مسيب الفلاسك مسيبة ما يحوزها شي، تولي تتفقعس الدورة. كي تفقعيسها هذيك تلقاي كي تبدا الكروا طرية، تبدا الكروا ميتة، تولي تقلب الكروا. علاش ديما في سونتروا ديما تبدا الموتور تقلب لنا الكروا؟ حاجه اخرى تولي تضرب لنا البلاستيكه هذا كيما حكيت لكم من الاول، يولوا العصافر هذوما يسطعوا في البلاستيكه، يضربوها بطولة المده، معناها يضربون البلاستيكه، تولي الموتور ما عادش تحل، تولي تعيط وما تجريش، تقلب الكروا. هذوما نقاط الضعف تاع لومبرياج سونتروا. الهدف من الموديفيكاسيون تاع اليوم هي معالجه نقاط الضعف هذيا، معناها بنلقاو حل لنقاط الضعف، وتولي معناها الموتور جوها احلى جو، تولي تخدم عبارة امبراياج بوليني. واحنا جيست باش نعملو كيما تشوفوا لهنا، الكروا ماهيش قاعدة تحل على الاخر، هاكا عاملة حرف ديجا، معناها ديما حكيت فيه الموضوع هذايا، هاك الحرف هذاك الماكس متاع الكروا. الكروا نورمالمون تخلط لهنا، هي ما تخلط شي حدها لنا كاو، ريتو هاني عاملة حرف. هذه ما هما المشاكل. كمل الفيديو للاخر بالرسمي، خاطر كل نقطة في الموديفيكاسيون هذي اللي باش نعملها اليوم مهمة برشا. وكانك ماكش مشترك، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. ناخذ كورنير عادية، كورنير نتاع باب نتاع اي حاجة، ونقيسو 2 سنتيمتر زوسة. بعد ما نقيسو 2 سنتيمتر نرشموها بحاجة، نعملو لها رشمة كيما تشوفو، ونقصوها بالمالاديسك. الجزء اللي قصيناه نعاودو نرشمو بيه، معناه في الكورنير، باش نعاود نقصو جزء اخر قدو بالضبط. بعديك الجزء متاع الكورنير اللي قصيناه نجرحوها في الوسط في احد الاطراف متاعها، نعملو فيها خط بالمناديسك. من بعديك ناخذو زوز بولونات صغار ونحففوهم مشيرتين بالمناديسك، يبداو زوز بولونات صغار بريسك، معناها 5 على 10، ونحففوهم كيما نكاي بالضبط.
بيه خلينا نوريكم النتيجة. هذه الليكشن تاع الكورنير، الجزء تاع الكورنير اللي قصيناه وعملنا له خط في الوسط في أحد الأطراف نتاعو بالطريقة هذية. هذوما اللي بولون صغار نتاع 5 على 5 على 10 بولونات قصار، حففنا فيهم مشيرتين بالمالاديسك باش يدخلوا في الحرف هذايا. لازم ما يبداش فيهم الجو كيما نكاي بالضبط. هذه هي النتيجة نتاع الموديفيكاسيون. باهي، من بعديك شنو نعملو؟ من بعديك نجيو لهنا ونعملو نقبة، ريتوها في البلاصة هذايا في البارتي، نقبوها بالشنيور ونرجعو لكم. هذه النتيجة بعد ما نقبناها. بتويك لي بولون بالامريكان هذوما نحلوهم ونحيوه كثقل الحديد هذاك، نحيوه جملة نتخلصوا منه. بهذوما نحيوهم، هذوما يحوزوا العصافر ما يخليوهمش يحلوا على الاخر. تو بعد نقول لكم شنو باش نعملوا في بلاصتهم، كمل الفيديو للاخر. شوف توا العصافر قداش ولاو يحلوا، ريت قداش ولا يطلع العصفور، ما عادش فما كل الحرف اللي يحوز كان في كل الحديدات هذوكم اللي نحيناهم. الحديدة هذية اللي نحيناها فيها معناها ديبريداج يخلي الموتور ما تفوتش سبيد معين، فما اللي ينقص فيها باللام يقصها. احنا نحيوها جملة، عنا حل مخير طبعا بعد نقولكم عليه. شوف توا كي نطلعوا العصافر على الاخر، الفلاسك تطلع على الاخر كيما تشوفوا، بلا مع المايول هنا ما عاد ناقص حتى شيء، هكا بلا. واذا كاش نحبوا به تويك شنو باش نعملوا؟ به تويك الباز نتاع الفيديو، لازمك تركز في كل خطوه باش نعملها. ريتوهم الكورنيرات اللي قصيناهم، نحطوا كعبه منا وكعبه منا بالطريقه هذه، ريتوها هيك يظهر لي واضح العمليه. من بعديك نرشمو بلاصتو نقب بالطريقه هذه ونقبولها في المايو لهنا، ريتوها نعملو نقبه لهنا منا ونعملو نقبه من الشيره الاخرى بالعكس من الشيره هذه بالطريقه هذه. هاو كسايين قبناهم. تو ناخذو زوز بولونات، دو بولون تاع 5 ونحطوهم في بلايص نقب لهنا، نركبو فيهم الأجزاء نتاع الكورنير اللي قصيناهم ونكبس بالكرو. باهي، هذيا هي النتيجة. اللي يتفرجوا فينا ومازالو ما فهموا حتى شيء من الموديفيكاسيون يتسائلوا تو يقولوا شنو هو هذا، الحل الوحيد اللي عندكم هو تكملوا الفيديو للآخر. كمل الفيديو للاخر تو تفهم كل شيء. بي تويك نركبوا الفلاسك، ركبوها في بلاصتها خلت تسكر على الاخر كيما هكا. تويك نعملوا لها نقبه لهنا بالشنيور في الفلاسك في جو موبيل. كيما تشوفوا هاو كسايين قبناها منا ومنا مشيرتين. تويك ناخذ البولون، كالبيسي بون صغير، بولون 5 على 10، وركبوه في الجوموبيل بالطريقة هذه. ناخذ البولون تاع الشيرة الأخرى كيف كيف نركبوه ونكبسولو الكروم تاعو. باهي، نكبسوه بيسي بون بالقدي، لازم يتكبس بالباهي هذايا من داخل، نشدوه بمفتاح 5 يتكبس بسي بون 4، سي بون 4. يظهر لي ملامح الموديفيكاسيون بدات تظهر. كيما تلاحظوا الموديفيكاسيون هذايا تخلي الفلاسك يتحل تحل القدام سونس واحد من غير ما دور، باش ما تقلبناش الكروات، تولي الكروات تعيش معايا اكثر، تولي تشد اكثر. حاجه اخرى، يولي الموتور ما نتحل رابيد، يولي فيها ريبريز قوي خرجه قويه. بيه البولون هذوما زايدين نقصوهم.
كيما تشوفوا خدمة نظيفة، توالي راها هذايا ما يشكش اللي هي موديفيه، يقول هذايا معناه نوعية جديدة في السوق، امبرياج جديد بالرسم، يشوف كيفاه بالبولون، خدمة نظيفة والموديفيه مازالت موفاتش. ريت لو كان ركبوها كي ما حللناش الامبرياج، الموديفيه مازالت موفاتش. كمل الفيديو للاخر، ولازم الفيديو هذا يتوصل 1000 لايك باش نهبطلكم الجزء السادس. الجزء السادس باش يكون موديفي للسيلندر للشوميز، فلذلك كمل الفيديو للاخر وما تنساش اللايك. نحب هجوم شرس على البوطون تاع اللايك، هذايا نحبو نزيدو نصوديوها باللحام، نلحموها ديما خير، نلحموها في المايو يكون اللحام نظيف. علاش؟ خاطر طول المدة تنجم البولون هذاك يترخف لنا ولا حاجة، ديما اللحام حاجة أصح. باهي تويكا، باهي ريتوها كثقل اللي نحيناه هذاك يخدم كيما القالي في السكوتيرات، هذاك هو اللي حللنا لومبراياج بالطرد المركزي، وإحنا نحيناه الثقل هذاك. باش نعوضوه؟ نعوضوه بكروات، ناخذو كروات نتاع ستة ونحطوهم في اللي بولون، وذوما في البولونات نتاع الثقل اللي نحيناه، أكل الحديدة اللي نحيناها، نكبسوهم. المستحسن نحطو شوية كول حديد لهنا باش ما يتحلوناش مع السرعة نتاع دوران المحرك. تعرف كول، أنا جيست معناها باش نوريكم طريقة التركيب، أما انتوما تعملوا شوية كول لهنا قبل ما تركب البولون، تكبسهم بالأمريكان جاوك باهي. فما اللي يتكبسوا بمفتاح نجمة دوريجين، وذوما ما همش دوريجين، دوريجين تلقاها مش بالامريكان، تلقاها مفتاح نجمة. ريت كيف يركبوا لهم كروات ستة، ذوما كيما القالي معناه يخدموا ذوما الطرد المركزي، يتحلوا كي يتحلوا يحلوا العصافر، العصافر يدزوا الفلاسك القدام، يخليوا الجو موبيل تتحل، الجو موبيل تدز الكروات، طلع الكروات الفوق، وهذيك هي ترانسميسيون نتاع السونتوروا. هذه هي الموديفيكاسيون كما تشوفوا، هذه الامبراياج معناها بالطريقة هذه يزيد في سرعة الموتور معناها بنسبة 30-40%، تولي الموتور تريبريزي، تولي تجري، تولي خارجة قوية. به اخر معلومة حبيت نوضحها، عنا هذوما الكروات نتاع ستة اللي ركبناهم نجمو نبدلوهم بحاجة ما ارزن، باقي نحاس كرو ثمانية حاجة اثقل. انت قوة الرسول متاع الموتور متاعك نجربو من الاول كروات ستة، اذا كان الموتور تحل على الاخر جوها بيه تجري نخليوهم، اذا كان الموتور معناها تحل شطر حل وما تحلش على الاخر معناها ناقصة ثقل، ركبولها كرو حاجة ما ارزن، لان الثقل هذاك هو اللي حللنا بالطرد المركزي. هذايا هو فيديونا اليوم، سيء، نتقابلو في فيديو جديد، الى اللقاء.